عندما بدأنا لم يتوقع أحد للبورصة أن تستمر طويلا، ولم يصدق أحد أن بإمكان فلسطين أن نقوم وأن ننشئ بورصة تحت الاحتلال. بدأنا عام 1997 بشركتين، اليوم لدينا 47 شركة مدرجة، قيمة سوقية تقارب 3 مليار دولار، والحمد لله البورصة اليوم تدار وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية، وتتمتع بنظام رقابي حديث ونظام تشريعي وتنظيمي متطور نوعا ما. يعني على سبيل المثال في العام 15 وهو عام 2011 الذي مر، يعني كان لدينا رقم قياسي في إدراج الشركات الجديدة، استطعنا أن ندرج 7 شركات جديدة في سنة واحدة، وهذا كان مؤشر جيد، وبالرغم من الظروف السياسية السيئة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين. هذا العام طبعا كان لدينا إدراج من نوع خاص، وأننا أدرجنا شركة سوق فلسطين وهي الثانية عربيا بعد دبي، الثانية عربيا والوحيدة عربيا المملوكة بالكامل من القطاع الخاص. بورصة فلسطين منذ نشأتها هي شركة مساهمة خاصة كانت، واليوم هي البورصة العربية الوحيدة الشركة المساهمة العامة المدرجة والمملوكة للقطاع الخاص، وهذا مهم لأنه هذا يؤشر على نضوج، يؤشر على استقرار على الأقل في البنى التحتية للبورصة وفي مأسستها وفي حوكمتها، ونحن فخورين أيضا بهذا الإنجاز. طيب، أين تجد العلاقات الخارجية المرتبطة بالبورصة؟ يعني على سبيل المثال إذا كان هنالك علاقات مع هيئات رقابية، البنوك ودورها التمويلي، سواء كان الأفراد أو المؤسسات من أجل إكمال وجودهم داخل السوق، هل تجد أنها ضعيفة؟ هل تجد أنها معيقة لنمو السوق والبورصة كقوانين أو حتى شكل تمويلي؟ تجد بالعكس أنها تواكب ما يحدث داخل السوق؟ يعني البنوك الفلسطينية بشكل عام تقوم بما تستطيع به ضمن الظروف المتاحة، ولكن أنا إذا أردت أن أقول يعني ربما هناك بعض من المنافسة في بعض الأحيان على اجتذاب السيولة. النظام المصرفي الفلسطيني يتمتع بسيولة عالية جدا، يعني ودائع الزبائن فاقت 7 مليارات دولار العام الماضي وتنمو باطراد يعني كل عام على حوالي 10%. هناك تحفظ من بعض البنوك الفلسطينية على مثلا إنشاء محافظ متخصصة للاستثمار بالأسهم الفلسطينية وتسويقها كمنتج لعملائهم الأفراد على سبيل المثال. استثمارات البنوك مقيدة بشكل ما، بالذات بسبب قوانين الرقابة الصارمة التي تفرضها سلطة النقد الفلسطينية على البنوك، فدرجة استثمارهم كمؤسسات مالية في البورصة أقل نوعا ما مما نطمح له، ولكن مع استمرار الزمن ومع تعزيز الثقة أنا برأيي أن هذا سوف ينمو التراث، وسوف تضطر البنوك عاجلا أم آجلا إلى القيام بتقديم خدمات استثمارية متنوعة بشكل أفضل لعملائهم، وأمل أن تكون بورصة فلسطين طبعا أحد أهم الوجهات الأساسية لهذه الخدمات. طب نعود الآن إلى ما يدور داخل السوق في فلسطين، التداولات اليومية. نحن ننتظر نهاية هذا الشهر لإعلان بدء إعلان نتائج وبيانات الربع الثاني من هذا العام، والتي تعطي أيضا صورة عن أداء النصف الأول في أقرب تقدير. مقارنة بأداء الربع الماضي، كيف تتوقعون لنتائج الشركات؟ ما هي الشركات التي لها وزن الأكبر في السوق وتأثيرها على المؤشر هو الأعلى، وربما نتائجها ستكون الأقوى سواء من قطاع المصرفي أو الخدمي أو غيره؟ يعني الحمد لله أساسيات السوق ممتازة، يعني نحن بلغت لدينا نسبة التوزيعات للقيمة السوقية لعام 2011 حوالي 13.6%، ونأمل أن نكرر هذه التجربة هذا العام أيضا. بشكل عام أرباح الشركات كانت جيدة، التوزيعات كانت مميزة، وبالذات يعني أصبحت متكررة. يعني مثلا لديك شركة الاتصالات الفلسطينية توزع 40 قرش تقريبا عائد على السهم 8%، وهذه السنة الخامسة على التوالي، وكذلك بنك فلسطين، وكذلك شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، وهم قياديات البورصة الفلسطينية. فبشكل عام العائد على الاستثمار بالبورصة يعني اليلد كيرف تقريبا هو حوالي 7%، وهو يعد من أعلى الليد كيرفز على مستوى البورصات المنطقة. بالإضافة لأود أن أؤشر أن مكرر السعر للربحية في فلسطين المعدل اليوم هو لا يتجاوز 7.5 مرة يعني. فهذا يعطي أن الأسهم الفلسطينية بشكل عام يعني هي مسعرة بشكل جذاب وتعطي عائد عالي مقارنة مع المنطقة العربية. بشكل عام نتائج في صحيح الربع الأول كانت جيدة أيضا، وفي نفس السياق ما كان عليه في عام 2011، ونأمل أن تستمر هذه
هذا التوجه لدى الشركات المدرجة. المشكلة الرئيسية التي واجهتنا هذا العام هي مشكلة المال العام، مشكلة المالية العامة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية. طبعا أنت تعرفين منذ بدأنا بالتحرك إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة كان هناك نوع من العقوبات التي هدد وتهدد الدول المانحة وعلى الأخص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرضها من حين لآخر على السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالإضافة إلى قطر إسرائيل لدفع مستحقات الضريبة الفلسطينية والتي هي أموال الفلسطينيين. وهذا سلاح يستخدم بشكل متكرر للضغط سياسيا على القيادة الفلسطينية، وبالطبع هذا خلق أزمة تمويل لدى السلطة، مما دعا وزارة المالية هذا العام إلى إقرار شرائح ضريبية أعلى للشركات، وعلى الأخص إلى فرض ضريبة على أرباح التداول في البورصة الفلسطينية. وهذا شيء عرضناه وعرضناه بشدة، وقمنا بشرح وجهة نظرنا للسلطة ولدولة رئيس الوزراء، ونأمل أن يكون هناك إعادة نظر في هذا القرار. ولكن للأسف عندما وضح أن هناك نية لفرض هذا النوع من الضرائب الجديدة على الشركات الفلسطينية وعلى التداول وعلى الأخص على التداول بالبورصة، خلق نوع من الهروب طبعا ونوع من الإحجام عن التداول بالبورصة. لدينا مثلا على سبيل المثال صافي البيع للأجانب منذ بداية العام تجاوز 50 مليون دولار، لأنه خلق نوع من عدم اليقين أنه ربما سيكون هناك ضرائب، وهذا لا يعزز من منافسة السوق الفلسطينية. طب شو البديل؟ يعني إذا كنت قد لجأتوا انتهيتم الخطوة تلجأوا للجهات المعنية أنها تنظر في الوضع، هل ممكن أنه تمارس السوق الفلسطيني نشاطها من التداول ولكن خارج بقعة فلسطين؟ لا يعني جغرافيا، يعني في كثير أسواق ممكن تلجأوا مثلا تداول هذه الأسهم في بورصة لندن، ممكن أنكم تلجأوا أنكم تداولوا بعض من هذه الأسهم في بورصات أخرى حتى تضمنوا نشاط عليها كما تفعل بعض من السيولة. يضعف السيولة في السوق المحلي، يعني نحن يهمنا جدا أن ننمي السيولة والتداولات في السوق الفلسطينية. إذا قامت بعض الشركات على سبيل المثال بإدراج شهادات إيداع دولية بلندن أو بعملية إدراج مزدوج في سوق آخر، هذا بالتأكيد سيأخذ جزء من السيولة من السوق الفلسطيني خارجا. نحن لا نحبذ ذلك بالطبع. ما نعمل به هو أن علينا بطريقة ما أن نعزز منافسية السوق، ونحن ندرس بالفعل مع الهيئة الرقابية اليوم ربما إعادة نظر بالتسعير بكلفة الاستثمار بالبورصة الفلسطينية بشكل عام لتخفيضها على المستثمر النهائي. سيد مد، مين الفئة المهتمة في فلسطين بالذات إنها تدخل السوق وتجرب حظها في السوق أو تستثمر فيه؟ ماذا عن يعني الدورة العقارية على الرغم من كل الضغوطات والمصاعب التي نعلم بها جيدا؟ يعني هنالك الفلسطيني معروف عنه يرغب دائما في الاستثمار في العقار والأرض مهما بلغت الصعوبات. نحن لدينا مشكلة من نوع آخر في موضوع العقار في فلسطين للأسف، وليس للأسف يعني لحسن الحظ. فلسطين هي البلد الوحيد في العالم التي لن يكون هناك بها أبدا فقاعة عقارية مهما بلغت مستويات الأسعار، لسبب واضح: الشعب الفلسطيني هو أكثر الشعوب نموا على وجه هذه الأرض، أعلى نسبة نمو عندنا، ونحن الدولة الوحيدة أو البلد الوحيد في العالم الذي الأرض عرض الأرض المتاح يتناقص باستمرار أساسا بسبب عملية الاستيطان الإسرائيلي. الأرض العقار أو المساحة المتاحة للبناء والاستثمار هي تقل بشكل يومي، وبالذات في الضفة الغربية بسبب ومع ذلك في إصرار من الفلسطينيين أنه بالعكس يكون لهم عقار ومن الأفضل، يعني حتى مستوى البناء عالي جدا ويفضلون دائما حتى البناء الحجر وغيره، يعني معروف أنه يستثمر في العقار. هذا هو منشأ السؤال، الذي يرغب في الأرض وفي العقار بهذه القوة لماذا يتطلع إلى سوق الأسهم؟ أم ربما يرغب في الاستثمار في سوق الأسهم لأنه لديه فائض من المال يرغب في تجربة حظه في سوق الأسهم؟ لا، أولا يعني هناك خيارات متاحة، هناك الاستثمار في البنوك، الاستثمار في العقار، الاستثمار في الأسهم، الاستثمار في السلع مثل الذهب وغيرها، ونحن نواجه منافسة شديدة من قطاع العقار. أننا نعرف عدد بالذات على مستوى السيولة المحلية للأفراد حجم لا بأس به يضخ إلى قطاع العقار، لأن قطاع العقار يتطور باستمرار، يعني نسبة نمو أسعار العقارات في فلسطين بتخيل المعدل لآخر 3 سنوات لا يقل عن 15-20% في منطقة رام الله، يعني في بعض المناطق في منطقة رام الله وصلت أسعار الأراضي يعني لحدود يعني يصعب فهمها في بلد فقير مثل فلسطين. ولكن المشكلة الرئيسية كما قلتها هناك طلب، هناك طلب والعرض يقل. وهذا يشكل بالفعل منافسة حادة للاستثمار بالبورصة. ولكن الاستثمار بالبورصة أسهل، الاستثمار بالبورصة أسرع، عمليات الدخول والخروج ممكن أن تتم خلال ثواني. وبالنظر إلى بعض يعني إلى أداء بعض الشركات القيادية وبالذات على آخر 4-5 سنوات، يعني عندما ننظر أن لدينا شركة الاتصالات الفلسطينية أو بنك فلسطين معدل العائد 8%
بالسنة وكان ثابتا لحوالي 4 سنوات الآن مع تذبذبات محدودة نوعا ما في مستوى الأسعار. نعم. فهذا أيضا يشكل فرصة جيدة لمن نعم. لديه السيولة المحلية. سؤال أخير أرجو باختصار الإجابة عليه، باعتبار وجودك معنا منبر ربما تطرح فيه هذه المرة التشبيع رغبة المستثمرين العرب اللي بتطلعوا حتى يشتروا ديون أوروبية متهالكة، أنه في أسواق واعدة كسوق فلسطين تحتاج أيضا إلى بعض الثقة والدعم، لا نحتاج إلى دعم من وحدات سكنية ومخيمات واحتواء اللاجئين طبعا. نحن نحتاج إلى دعم الاستثمار في فلسطين. لا نريد مساعدات، نريد استثمار بكل سرور. كل ما أقوله أن هناك فرصة واعدة في سوق صغيرة ولكنها تنمو بشكل كبير، وكما يود أن يقال يعني كل ما من ناحية المخاطرة يعني كل ما زادت أسوأ من هيك مش حيكون فيه والعائد مرتفع يعني مهما حصل يعني مهما حصل مش حيحصل أكثر من اللي حصل. فيعني المخاطرة مدروسة، المخاطرة محسوبة والعائد جيد.